قلب الاسد اللي يمكن الفتره اللي فاتت كان دور كبير ومجهود كبير، كل اللعيبه ساهمت بشكل كبير في بطوله الدوري العام، لكن خط الظهر بالتحديد لما بنشوف الكلين شيت للشناوي وبنشوف ان احنا عدد الاهداف اللي دخلت فينا ده يحسب للجهاز الفني واللاعبين، ولكن خط الظهر كان له دور كبير. مبروك يا ياسر، ببارك لك وببارك لكل اللعيبه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ببارك للعيبه كلها، ببارك للجهاز الفني والاداري والطبي وكل اللعيبه المنظومه كلها، ببارك لهم على الدوري وبقول لهم الف مبروك، وببارك للعيبه الرجاله كابتن ايمن اشرف طبعا بقول لهم مبروك. طبعا فرحنا جمهور النادي الاهلي كله بالبطوله دي، الحمد لله كنا من اول يوم مركزين فيها، بناخد كل ماتش بماتش والحمد لله ربنا كرمنا، ودي خلاص صفحه هتتقفل خلاص. فرحنا النهارده كلنا باذن الله نركز في عندنا طبعا نهائي بطوله افريقيا، دي حاجه ضروريه جدا. خلاص فرحنا وكل حاجه، نقفل الصفحه دي، فكر في بطوله افريقيا ان شاء الله. صعوبه الموسم بتشوفها من وجهه نظرك ازاي؟ انا لسه كنت بسجل مع شناوي ومع علي لطفي، قلت يمكن لولا الاصرار والروح الكبيره والمنافسه الشريفه مع لعيبه النادي الاهلي. بيقول لي بس الكابتن احمد فتحي، بيقول لي كلمتين طبعا. الكابتن فتحي تاريخي يوحشنا طبعا كلنا، وبتمنى له التوفيق، ربنا يكرمه يا رب ويوفقه كده في مسيرته الجايه كده، وطبعا لعيب مؤثر معانا ونفتقده، بس ده حياته وربنا يكرمه فيها باذن الله ويبقى على نفس المستوى ده ويكمل باذن الله. وبيقول لي ايمن اشرف على الشد، ولا هو الكابتن ايمن اشرف طبعا لعيب كبير، هنقول له ايه؟ طبعا الشد بتاع ده اول الدوري، طبعا احنا كنا زي ما قلت لك بناخد كل ماتش بماتش، والجاهز بيلعب والجاهز بيشيل. ماشي يا كابتن اكرم الجاهز بيلعب الجاهز بيشيل، طبعا مش فارقه مين قاعد مين بره، لا خالص 11 راجل اللي في الملعب بيكون مسؤوليه وقد المطلوب منهم بيعملوه، كلنا في ظهرهم طبعا. فالحمد لله قدرنا ربنا يكرمنا ونتوج بالدوري ال 42. انا عايز اتكلم بسرعه على بيتسو موسيماني، يمكن الراجل نفسي بيشتغل بشكل كبير جدا، الراجل طبعا عنده فنيات عاليه جدا، لكن بسجل مع صالح قال الراجل بيرجع الثقه بشكل جديد، اللعيبه بتحبه، امر مهم جدا وساعد لعيبه النادي الاهلي بشكل كبير. دي حقيقه طبعا، دي حاجه تحسب له طبعا. اللعيبه كلها كانت فاقده الثقه الفتره اللي فاتت بعد كورونا بالذات، كانت الدنيا مش مستقره كويس، بس طبعا لا فهو جه ادالنا كل لعيب الثقه ونلعب كوره براحتنا وانا المسؤول، فكل ده حاجه تحسب طبعا، واللعيبه كلها طبعا استجابت بسرعه، فدي حاجه كويسه طبعا وتحسب له وتحسب للعيبه الرجاله دي، وباذن الله نقدر نكمل ونستمر على كده باذن الله ونتفوق بطوله افريقيا ان شاء الله. اخيرا رساله لكل جمهور النادي الاهلي، حابب تقولي لكل الجمهور عندنا هدف 90 دقيقه بقى زي ما بنقول 120 دقيقه يا رب ان شاء الله باذن الله الهدف يكون بطوله الافريقيه والتاسعه يكون في النادي الاهلي. طبعا باذن الله ديت حاجه احنا بنحلم بيها بقى لها 7 سنين غايبه، فدي حلمنا كلنا من اول يوم من السنه اللي فاتت بعد الخساره اللي طلعنا بيها، فكلنا قعدنا مع بعض واتفقنا يا جماعه بطوله افريقيا ديت حاجه ثانيه وحلم ثاني خالص، فكلنا باذن الله على قد المسؤوليه باذن الله 90 دقيقه نطلع رجاله نطلع بالبطوله باذن الله. حبيبي الله يبارك فيك حبيبي. مبروك من جديد لكل نجوم النادي الاهلي، الفرحه حلوه والفرحه مطلوبه جدا لكل لعيبه النادي الاهلي، زي ما الكابتن ياسر قال فتره قليله جدا ووقت قليل.